90% من رؤساء الأندية وقت الخسارة يعني حتى ولا بيسلموا بيضلوا ماشيين. لا ماجد النفيعي حكى حكى. نعم نسأل عيسى نسأل توفيق الخليفة. توفيق يعني عم بيحكي على 213 مليون بعد ما ولي العهد دفع كل ديون الأندية وقال لك 90% من اللي جاي حيروح للهذا وهلا بيقول لك بناء. طيب الأهلي هل هو يعني شو مشكلته الأهلي لهذا الموسم واللي قبله واللي قبله؟ قبل موسمين الاتحاد كان ينافس على الهبوط لمدة موسمين وأيضا بعد دفع دفع الديون اللي على الاتحاد. أنا أنصح يعني الأستاذ ماجد النفيعي يعني يحذو حذو الاتحاد يعني يشوف الاتحاد الموسم هذا من أقوى الأندية ماديا. تنصحه بشو؟ شوف الطريقة اللي كيف حلوا مشاكلهم المادية يحاول نحلهم. ها كيف تنصحه بشو؟ ما فهمت الزوع يعني متابع على شو وش مشاكلهم يأخذ منهم نصيحة يعني يعني يشوف كيف الاتحاد استطاع أن يعالج جميع المشاكل المالية ويستطيع أنه يجيب أغلى اللاعبين بالاستقطابات ويصنع فريق الآن هو المتصدر للدوري. يشوف الطريقة اللي الاتحاد عملها. من ناحية المدرب أنا أعتقد أنه يعني نتجاوز هذه النقطة إلى نقطة أخرى. أنا أعتقد أنه خلال يومين ثلاثة أيام نادي الأهلي سيغير مدرب. مين راح يحط برأيك إن ما أنك أنت أبو الأسرار مين راح يحطه؟ في رأي مدرب الزمالك الفرنسي كارلتون. أنا أعتقد أنه هو الأقرب. طيب. أقرب قول يا عيسى هات قاب قوسين أو أدنى لإعلان التعاقد. ها عيسى بس بالنسبة للاتحاد أستاذ خليفة أن الاتحاد فريق كبير يعني واستفاد أيضا من صفقات مميزة هذا الموسم أدخلته في دائرة المنافسة. يعني أعطيك مثال بسيط جدا في لحظة عيسى شوية. عيسى هو ما قال الاتحاد فريق صغير ولا قال شيء. ما أنا قلت شيء. ما يعني ما بعرف أنت التعقيب تبعك ماني فهمان وأنا. ما حكى شيء. قال الرجل إنه الاتحاد كان عنده مشاكل من سنتين كان ينافس على الهبوط والآن عم بيدور وجاب استقطاب. يعني أنت شو أضفت أنت؟ لا ما بدي أنا أضيع الوقت وأنت عم تعيد لي نفس كلامه لتوفيق وبتتهمه. لا ما ب... لا 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 ما بتهمه. طيب قول. عودة الاتحاد للمنافسة أمر طبيعي فريق كبير جدا. صفقتين هذا الموسم بالنسبة للفترة الشتوية قلبت حال الاتحاد. ايه؟ الحمد لله اللي أخذها من النصر. ايه؟ اللي النصر اللي هو ألغى عقده وأندريه اللي كان مكان اللي هو المغربي كريم عند يا أخي ما أخذها من النصر. شوف فرق اللاعبين. الحمد لله أنا أخذ من الشارع. حمد الله ناخذ من الشارع النصر الغى عقد فسخ عقد حمد الله الاتحاد لم ياخذ حمد الله من النصر. هذا اولا. ثانيا الاتحاد نادي كبير حتى وهو كان يصارع الهبوط. عودته لانه حل اموره الماديه وديونه واستطاع ان يجلب استقطابات. ما قلت انه الاتحاد انه فريق ولا تطرقت للمواضيع كلها فلا تضع كلام على فمي يا استاذ عيسى. لا 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 لا, لا, لا ما قلت استاذ توفيق. انا قلت لك انه عوده الاتحاد الى المنافسه امر طبيعي. انا اتكلم ماديا كل الكلام ماديا كان على ديون الاهلي 230 مليون كل الكلام كان ماديا. نعم. نتكلم على مصادر المال كيف حلها الاتحاد. انا انصح الاهلي ان يحذو حذو الاتحاد في عملية حل ديونه. خلينا نروح لفاصل من الإعلان بعد نروح لفاصل الإعلان بعده عودة الروح.